السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالكم ونتمنوا لكم إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة، ومرحبا بالجميع. بعض الناس كيسولوني الشيف أشنا هي الأكلة المحببة لديك، المفضلة لديك، يعني سورتو الحاجة ديال العشاء اللي كتكون عزيزة عندك. غادي نوريكم جوج وصفات غادي نديرهم بجوج اللي هما طوب عندي، نقدر ناكلو فيهم جبانيه، جوج جبان، حتى ثلاثه جبان، ما كاين حتى مشكل. يعني كيجيو طوب، كيجيو خفاف، وحتى الوليدات عندي كاملين ولفوهم، يعني كيجيهم رائع. هاد الوصفات بسيط جدا وسهلين جدا، يعني غير الانسان يعرف كيفاش يصوبهم. اول ما قبل كل شيء الذرة، العصيده ديال الذرة، والرز باللبن مع زيت ارغان. هنا المشكله في الرز انه كنحتاجو فيه زيت ارغان، وحتى الذره كنحتاجو فيها زيت ارغان. الا الانسان شرا واحد القريعه ديال زيت ارغان يبدا يديرها بحال هذا الشيء. الكسكسو سورتو الكسكسو سايكوك مع ارغان واللبن كيجي طوب. الرز مع ارغان وايضا مع اللبن كيجي طوب. وكذلك هذه الوصفه ديال الذره اللي غادي ندير لكم ايضا، حتى هي نفس كلهم نفس الفئه وكيجيو رائعين، احسن من الكسكسو. هاد الوصفتين احسن من الكسكسو، وهما اعز والد ما عندي انا اللي عرض عليا اللي دار لي هاد الوصفه بحال هكا. ناكلها احسن ما ناكل الدجاج، احسن ما ناكل اللحم، احسن من ناكل يعني القطبان، احسن ما عندي كلشي. جوج جباب حتى ثلاثه جباب ناكلهم وكنحس براسي خفيف ونحس براسي طوب. من فضلكم هذا هو الجواب ديالي، غادي نجاوب على هذا السؤال، وفي نفس الوقت غادي نطبق لكم هذه الوصفتين ان شاء الله. بكل بساطه هنا داير كيلو كيلو باش العائله كلها تاكل عندي في هذه الوصفه. عندي الذره، ها هي الذره مطحونه، كتكون مطحونه بحال هكا. الذره ها نتوما كتشوفوا كنفزكها، كنقيها، نقيو الذره ديالكم، ما يكونش فيها لسخ، ما يكون فيها حتى حاجه، ما يكون فيها لسخ، ما يكون فيها حتى حاجه. وان شاء الله ديروا لها الماء سخون طايب وخليوها واحد ربع ساعه في الماء السخون. ها هي كي كتجي، كتجي رائعه. واخا الوصفه الثانيه الارز، الارز ديروا الارز زوين. شوفوا هذا الارز، شوف اللون ديالو كي داير. هذا الارز كما قلت لكم راه لا مارك ديالو، وريتكم دي وصفات في هذا لا مارك ديال الرز، راه طوب ديال الرز في النقاوه ديالو، في الحبه ديالو ما كيجي طوب. ها نتوما كتشوفوا فيه، هذا ارز يعني او ارز دائري، الشكل ديالو دائري، كيصلح لهذه الوصفة بالضبط، كيجي فيها وكيجي في الكراتان وكيجي في أشياء أخرى. بريستو الأرز بريستو. أش غادي خصنا أيضا شوية ديال الملحة، شوية ديال زيت العود، هادو هما اللي غادي خصونا. واللبن بطبيعة الحال غادي نقدموهم اللي نكملوا هذه الوصفة ديالنا، غادي نقدموها لكم في التبصيل، واللبن كيفاش اللبن ديالو وزيت أرغان ديالو إن شاء الله. هادو هما أبسط وصفة وأحب وصفة، أحب الوصفات إلى قلبي هاد الجوجات على بركة الله. بالنسبة هذا كياخذ لينا وقت كبير في الطياب، هانتوما مغسول منقي ماء طايب، كنبداو نطيبوه وكنحركو فيه وكنضيفو ليه كل مرة شوية د الماء طايب، لأن كيتقوفلا كيتزاد في الفوليم ديالو، كيتزاد في سميتو ديالو. ها هو إن شاء الله غادي نضيف ليه شوية د الملحة، ما نكثرش الملحه، ما نكثروش الملوحيه بزاف، ونضيفوا ان شاء الله جوج معالق ديال زيت الزيتون باش غادي يطيب. هنا ان شاء الله هذا ها هو غادي نديوه فوق العافيه ديالنا، وهذا غادي ياخذ لينا شويه ديال الوقت. كنحركوه مزيان حتى كنحسوا به طاب طاب، كيجي يعني ماشي كيجي جاري ولا شي حاجه، كيخصو يجي شاد راسو، وغادي نشوفو كي غادي يجينا في الطياب ديالنا ان شاء الله.
باش نوجدوا الوصفه الثانيه كنجيبوا مقله او قميله او شي حاجه كنديروا فيها الارز ديالنا. هادي ماشي ماء طايب، كنديروا ليه الماء ها نتوما كنشوفوا الماء غطى لينا الرز ديالنا، كيغطيه كيجي مغطي الارز ديالنا، وهو ما غاديش نضيفوا ليه الماء الا هكا، ولا طيبنا غادي نضيفوا ليه شويه الماء. غادي نوريكم كيفاش. غادي نجيبوا الملحه ديالنا، نديروا مقدار الملح اللي تكفينا هكا، ما جيناش ملح الرز ديالنا، الملحه ما تكثروهاش. وهنا كنضيفوا شويه ديال الزيت ها نتوما، زيت الزيتون، باش غادي نطيبوه الرز ديالنا. كنديروا فوق العافيه الرز ديالنا، ما كنخلطوش بزاف، يعني كنخلطو غير شويه هكا. هنا الذره ديالنا حتى هي ها هي كنديروها، وهي كنخلطوها هي مره مره كنخلطوها. قال لها هو طيب، ملي كيطيب كيكون ناشف من الماء، ملي كنطيبو كنزيدو ليه ما طايب، كنزيدو له واحد الكاس ديال الماء طايب ونخلطو بحال هكا هانتوما كتشوفو هنا، لان غادي نخليوه حتى يبرد عادي يمكن لينا ناكلوه. ما ناكلوش وهو سخون ابدا، ما عمرنا نخلطو الرز مع اللبن وهو سخون. هذه من جهه، والرز ديالنا هانتوما كتشوفوا كي كيجي غير دروكا، كما قلت لكم ملي طيبناه تقريبا 21 حتى 25 دقيقه كنضيفوا ليه كاس ديال الماء سخون، وكنخليوه ونخلطوه مع هذاك الماء حتى يشربوا مزيان، ونخليوه دروك ينشف حتى يبرد ان شاء الله. مرحبا، الرز ديالنا هو طيب، درنا ليه كاس الماء، خوينا فيه كاسه كبيره بحال هكا، نخليوه يبرد. حنا كلشي الهدف ديالنا من هذا الرز انه ما يجيش مكور، خصو يجي الرز ملي تخويا على اللبن تحركوا بحال هكا يجي، مي ما عمرنا ناكلوا الرز سخون باللبن، دائما كنخليو الرز ديالنا حتى يبرد، حتى يبرد دي مزيان، ملي يبرد عاد غادي يتكال، وكيتكال طوب. هنا هي طيبة هانتوما كي كتجي، هكا كتجي ملي كتكون طيبة، كتجي بحال هكا معلكة، كنطفيو عليها. هي خات لينا 35 دقيقة حتى 40 دقيقة، هي كتكون يعني في الطياب ديالها ثقيلة من الرز في الطياب. ملي كنديروها وجاب الله شربت لكم الماء في ربع ساعة الأولى، كنضيفوا شوية الماء بطبيعة الحال، مي ماشي بحال المرة الأولى، راه كنغطيوها بالماء هي والرز. ديك الساعة كنضيفوا الماء دافي، وكنضيفوه بشوية ماشي ماشي بزاف. هانتوما الرز ديال الذرة ديالنا ها هي طيبة، غادي نخويها حتى هي باش تبرد إن شاء الله. خويت الذرة ديالي ها هي، دائما ملي كتحركوها ما كتخافوش، شوف ما كتخافوش تشد لكم، ما كتخافوش تحرق لكم نهائيا ها هي. وهنا كنخليوها حتى تبرد، كتشوفوا ها هو حتى هو كيبرد. الجميل في هذا الارز انه ما كيتعجنش، ها انتم شوفوا ما كيجيش معجن ابدا. الله، هذه هي الاكله المفضلة عندي، هذا هو الأرز، كندير ليه اللبن بحال هكا، نجيب واحد المعلقة نخلطو هانتوما، شوفوا الأرز ديالي ما كيجيش مرسو واحد، كيجي تبارك الله. كنزيد اللبن، تاكل جبانيه من هذا الرز العشاء، ما تحس به، تكون مرتاح، كتنم مرتاح ان شاء الله. هذا هو الارز ديالي هكا كندير ليه، وكندير ليه ركان بطبيعه الحال، هذا هو سر ديال المذاق اللي يجي فيه رائع. انتما ونخلطو مع هركان ديالو بحال هكا باش المذاق ديال هركان يدخل معاه، وجيو تشوفوا واحد الروعه تبارك الله، ما كاينش بحالها.
كنجيبو أرغان، نديرو أرغان حتى هي هكا، ونديرو اللبن، انا جوج جبابن ديالي ها هما جوج جبابن ديالي ها هما ها ديال الدراري ديال الدراري ها هو ها ديالي صوبت جوج جبابن ديالي الله يجعل البركه ما باقيش نمشي عند الدراري ناكل من عندهم غادي نبركو في طبله واحده مي هادو الجبابن ما يقيسهم ليا حتى حد ها هما كنخلط ونزيد شويه ديال اللبن ونزيد هنا شويه اللبن والحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم، هذا هو العشاء الخفيف اللي عزيز عندي سورتو في فصل الصيف. فصل الصيف من ألذ الوجبات اللي يمكن الانسان ياكلها العشاء خفيفه ومزيانه، وهما هاد جوج طوب. يعني كاين الناس اللي يقول لك الشاف هذاك غير الرز وهذاك غير سميتو، جربوهم ان شاء الله تكونوا مرتاحين. الاهم عندنا في المساء اننا نعسو خفاف، الكرش ديالنا نحسو بها مرتاحه، ماشي ناكلو شي حاجه متخمه وتعطينا الحرقه وتعطينا بحال هاد الجوج كيجيو خفاف على الكرش ديالنا، كنحسو بالراحه النفسيه والراحه ديال الكرش ديالنا والحمد لله رب العالمين. على كل حال اخواني اخواتي، نتمنى لكم هذا التساؤل، هذا السؤال تسولت عليه عدد كبير من المرات، انا اليوم جاوبتكم عليه. هادو هما الاكلات الخفيفه ديال الصيف اللي كناكل سورتو في المساء ديال الصيف اللي عزيز عندي لا انا ووالدتي، عزيز عندنا كاملين. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ومرحبا بكم، هذه قناتكم، الشجاع ديالكم ضروريه ان شاء الله، ونحن دائما معكم نقدم لكم ما هو جيد وممتاز. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.